هذا التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى. نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، ودخلنا في الأمر الرابع، الملك العادل أبو بكر أيوب الأيوبي، وكان الكلام في موارد. وصلنا إلى المورد 15 في الكامل الجزء العاشر في صفحة 198، ثم دخلت سنة 600، سنة 600 هجري، ذكر انهزام نور الدين صاحب الموصل من العساكر العادلية. قال ابن الأثير: في هذه السنة، في سنة 600 هجري، في 20 من شوال، انهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل من العساكر العادلية. وسبب ذلك أن نور الدين كان بينه وبين عمه قطب الدين محمد بن زنكي صاحب سنجار وحشة، يوجد خلاف بينهم، وحشة مستحكمة ومستحكمة، وحشة مستحكمة في بداية الأمر، مستحكمة أولا ثم اتفقا، كانت بينهما وحشة مستحكمة أولا ثم اتفقا، وسار معه إلى ميافارقين سنة 95 و500، سنة 595 هجري. فلما كان الآن في سنة 600، أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله، فمال إليه، يعني نور الدين زنكي عمه قطب الدين زنكي تصالح. بعد هذا العادل أرسل إلى قطب الدين العم، فغدر نور قطب الدين بابن أخيه نور الدين. يقول: فلما كان الآن أرسل الملك العادل أبو بكر بن أيوب صاحب مصر ودمشق وبلاد الجزيرة إلى قطب الدين واستماله، فمال إليه وخطب له. فلما سمع نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبين سلخ شعبان، وهي لقطب الدين، فحصرها وملك المدينة، وبقيت القلعة فحصرها عدة أيام، ذهب إلى بلاد عمه قطب الدين. يقول: بقيت القلعة فحصرها عدة أيام، فبينما هو يحاصرها وقد أشرف على أن يتسلمها، أتاه الخبر أن مظفر الدين دكبري، أن الدكبري ابن زين الدين علي صاحب أربل، قد قصد أعمال الموصل فنهب نينوى وأحرق غلاتها. فلما بلغه ذلك من نائبه المرتب بالموصل، وسار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد أربل ونهبه جزاء بما فعل صاحبها ببلده. فوصل نور الدين، هذا يعمل ويقوم بالسلب والنهب، وذاك أيضا يقوم بالسلب والنهب، هذا من بلاد المسلمين ومن المسلمين، وذاك من بلاد المسلمين ومن المسلمين، هؤلاء من السنة وهؤلاء من السنة، لا يوجد شيعة، لا يوجد رافضة، لا يوجد إسماعيلية، لا يوجد زيدية، لا يوجد علوية، سلب ونهب، جاهلية أولى. يقول: فلما بلغوا ذلك من نائبه المرتب بالموصل، وسار عن نصيبين إلى الموصل على عزم العبور إلى بلد أربل ونهبه جزاء بما فعل صاحبها ببلده، فوصل نور الدين إلى مدينة بلد، وعاد مظفر الدين إلى بلده. وتحقق نور الدين أن الذي قيل له وقع فيه زيادة، أي بالغ له في الكلام، فسار إلى تل أعفر، إلى تل أعفر، إلى تل أعفر من بلد، وحصرها وأخذها ورتب أمورها وأقام عليها 17 يوماً،